ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. اللي ما اشتركش في القناة انزل بسرعة اشترك فيها، وانضم لعائلتنا عائلة ماما نونا، وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عجبتك القصة ادعمنا بلايك عشان نقدر نكمل معاكم. انصدم الحراس والغول من رؤية هدى، فدخلت وتحدثت بابتسامة: ايه مفيش اتفضلك ده كرم السعايدة، ولا انت مش منهم؟ نظر الغول الى حراسه ثم الى ابنه الذي جاء ليقف بجانبه وتحدث بضيق: ايه اللي جابك هنا؟ جاي احذرك لو جربت من عامر تاني او اي حد يخصه انا اللي هقف قدامك وقتها. الغول بسخرية: اوه العاشقة جات تاني تدافع عن حبيبها، بس لا ده مش حبيبك، ده جوز اختك دلوقتي صح؟ هدى بعصبية: الزم حدودك وانت بتتكلم معايا، عامر دلوقتي زي اخويا وما اسمحش اي حد يقرب له. الغول باستفزاز: اخوكي مش اخوكي، ده اللي قتل ادهم اللي كان هيبقى خطيبك، حاجة تخصني انا مش انت، واعمل حسابك عامر هيعرف مكانك زي ما انا عرفت مكانك دلوقتي بالظبط، بس مش انا اللي هقوله علشان مش مستعدة اعرض حياته للخطر ولا حياة اختي، وبحذرك للمرة الاخيرة ابعد عنه. ألقت هدى كلماتها وذهبت من المكان. فنظر زين ابن الغول إلى أبيه وتحدث بضيق: مالك وماله يا أبوي؟ مش قلت خلاص إنك بطلت كل الشغل ده؟ بطلت يا ابني، بس عامر مش هيسيبنا ولازم أخلص آخر عملية قبل ما بطل الشغل ده نهائي وانتقم على السنين اللي عشتها في السجن بسببه. أنت كده بتضحك عليا، عمليتها عاد تاني وبعدين تنتقم من عامر ليه؟ انا قلت لك قبل كده اني بحب اخته وعايزه اتجوزها. الغول بغضب: وانا قلت له مستحيل تتجوز اخت عامر الصاوي، اخت اللي حبس ابوك وبيحاول يقتله. زين بغضب شديد: يبقى تنسى من الساعه دي انك عندك ابن. ذهب زين وهو يشعر بالغضب الشديد، فاكثر من مره وابيه يقول له انه سينتهي من كل هذا الاجرام ولكن يرجع أسوأ من الأول. قرر هذه المرة أن يتخلى عن والده فقط، ولكن هل عندما تعرف أفنان الحقيقة ستوافق عليه، أو عامر سيغفر له خطأ أبيه ويزوجه بأخته؟ بالتأكيد لا. ظل يتجول في الشوارع حتى جاء الصباح وذهب كل شخص على عمله عدا هو الذي ما زال يتمشى في الشارع، ثم أمسك بهاتفه وتحدث إلى حبيبته فهي الوحيدة التي تعطيه أمل في الحياة. أما في الجهة الأخرى كانت أفنان تتحدث مع زين وهي في قمة حزنها، حتى سمعت صوت هاتفها يدل على انخفاض البطارية، فأخبرته أنها ستتحدث معه من هاتف آخر ولكن عن طريق الرسائل النصية. ثم دخلت إلى غرفة عامر ووجدت هاتف نورسي فأخذته وظلت تتحدث مع زين حتى سمعت صوت من الخارج، فألقت الهاتف بسرعة وذهبت إلى غرفتها. فدخل عامر إلى الغرفة وفتح الخزنة الخاصة به ليجلب بعض الملفات والأوراق المهمة، حتى سمع صوت الهاتف يعلن عن تلقي رسالة فأخذه وقرأ محتوى الرسالة وانصدم مما رأى. وقف ينظر غير مستوعب ما يحدث، هل حقا هذا الكلام صحيح؟ هل زوجته خائنة؟ ما هذه الرسائل؟ ولكن لا بالتأكيد هناك خدعة، ولكن أي خدعة هذه؟ فهي أجابت على كل رسالة تأتيها تخونه وتعشق شخص آخر، ومن هو هذا الحقير؟ ابن الشخص الذي تسبب في موت صديقه ودمره كل هذه السنوات. ظل واقفا هكذا قرابة الربع ساعة حتى دخلت عليه نورسين فتحدثت بتوتر: خير؟ ايه اللي حصل؟ نظر عامر اليها بغضب شديد ثم تحدث: انت. وقبل ان ينطق عامر الكلمة تراجع سريعا، فتحدثت نورسين بخوف: انت زين؟ قولي مالك. نظر عامر اليها ثم الى الهاتف ومسح جميع الرسائل قبل أن ترى شيء،
ثم ألقاه على الفراش وذهب بدون أن يتفوه بحرف واحد. فنظرت نورسين إليه باستغراب، ثم أخذت هاتفها ولم تجد شيئا غريب، فوضعته على الفراش مرة أخرى ونزلت لتجهز العشاء مع الخدم. أما عند عامر كان يجلس في مكتبه يشعر بالتعب والغضب الشديد، إلى أن دخل عليه سليم وأدى التحية العسكرية وتحدث: عرفت كل حاجة يا فندم وفي سرية تامة. عامر بغضب: هتفضل واقف قدامك ده؟ ما تقول يا سليم. سليم بارتباك: آسف، هو زين ما يعرفش مدام نورسين خالص ولا هي تعرفه، وما فيش أي علاقة ما بينهم، والكلام ده أنا متأكد منه بنسبة 1000000%، بس هو يعرف حد تاني من البيت. يعرف مين؟ سليم بتوتر: أنسة أفنان، هما الاتنين على علاقة ببعض. انتفض عامر من مكانه وتحدث بغضب: انت بتقول ايه عاد؟ بقول اللي حصل والله، ودي معلومات اكيدة. اخذ عامر مفاتيح سيارته وكان سيذهب وعلى وجهه علامات الغضب الشديد، فلحق به سليم وتحدث بضيق: اهدى يا عامر، احنا دلوقتي اصحاب، والموضوع ده ما ينفعش تتعامل معاه بعصبية كده. عامر بغضب شديد: ابعد من قدامي يا سليم، يكش عايز أأذيك دلوقتي وأنا متعصب. مستحيل أسيبك وانت كده، لازم أتفاهم معاك الأول، وصدقني كل حاجة وليها حل. أما في قصر الصاوي لاحظ الجميع حركة غريبة في البيت، وجاء سيف ودخل غرفة أفنان وخلفه الخدم، فتحدثت بدهشة: ايه اللي حصل؟ مالك داخلك ده؟ سيف بحدة: ولا كلمة. ثم وجه نظره للخدم وتحدث بجدية: يلا طلعوا هدوم أفنان وحطوها في الشنط بسرعة، وما تسيبوش حاجة ليها هنا. بدأوا الخدم في إخراج الملابس، فنهضت أفنان من على الفراش وتحدثت بعصبية: هو في ايه؟ واخدين هدومك ده ورايحين على فين؟ سيف بحدة: وطي صوتك والبس هدوم زينك ده، ويلا اطلعي علشان هتمشي من هنا. هروح فين؟ جاء هرد بصوته الحاد: على بيت جوزك. انفزعت أفنان عندما وجدت عامر يقف أمامها وخلفه نورسين وندية، فتحدثت بعدم فهم وخوف: بيت جوزي ازاي يعني؟ أنا مش فاهمة حاجة. سليم الرشيدي صاحبي طلب يدك مني النهاردة وأنا وافقت، والمأذون تحت. أفنان بعدم استيعاب: إزاي من غير ما أعرف ومن غير ما أقول رأيي؟ وحتى لو موافقة مش لازم فرح وفستان، وأنا أصلا مش موافقة. عامر بصوت أرعب الجميع: مش بمزاجك، ده بمزاجي أنا، واحمدي ربنا إني لسه واقف قصادك دلوقتي من غير ما أقتلك. نادية بقلق: يا ابني قول لي بس ايه اللي حصل لكل ده؟ بعد اذنك يا حاج سيبي اخوي يتصرف. نظر عامر اليهم ثم الى افنان وتحدث بصوت يشبه فحيح الافاعي: ربع ساعة ولاقيكي جاهزة ونازلة، والا قسما بالله العظيم هخليكي تلعن الساعة اللي اتولدتي فيها، وانتي عارفة غضبي زين يا افنان. القى عامر كلماته وذهب وخلفه سيف، فوقعت أفنان على الأرض وظلت تبكي بشدة، فاقتربت نورسين منها واحتضنتها وتحدثت بحزن: معلش يا أفنان، قومي البسي علشان غضب عامر وحش قوي والله، وسليم شخص كويس قوي. أفنان بصراخ: بس أنا ما بحبش سليم، أنا بحب زين، وما قدرش أتجوز غيره ولا أعيش من غيره، أنا بحبه هو. انصدمت نادية عندما سمعت كلام ابنتها، فاقتربت منها وسحبتها من خصلات شعرها وتحدثت بغضب شديد: زين مين ده اللي بتحبيه؟ يا دي المصيبة، قبري يلمك. زين مين انت بتحبي؟ مين انطقي؟ نورسين وهي تحاول حماية أفنان: خلاص يا حجة بلاش كلام في الموضوع ده، اللي عامر يسمع هيقتلها. يلا يا أفنان قومي البسي. ساعدت نورسين أفنان في ارتداء ملابسها
وغسل وجهها، ثم نزلوا جميعا إلى الأسفل، فوجدوا عامر وسيف وسليم ووالده وشخصا آخر مع المأذون، وتم عقد القران تحت رفض أفنان وبكائها الشديد، وذهبت مع سليم إلى شقته، حتى أن عامر لم يقبل أن يسلم عليها قبل ذهابها. دخلت أفنان مع سليم إلى الشقة غير مستوعبة ما يحدث، فخلال 3 ساعات أصبحت متزوجة ومن شخص لم تحبه ولا تتقبله حتى. فاقترب سليم منها ووجهها ناحية الغرفة ووضع حقيبة ملابسها، ثم خرج بدون أن يتفوه بحرف واحد. وعندما خرج سليم وأغلق الباب، جلست أفنان على الأرض تبكي بشدة، وظل سليم على هذا الوضع قرابة الساعة. فقرر أن يذهب إلى المديرية ويباشر عمله، ولكن ذهب إلى غرفة أفنان ليطمئن عليها أولا. طرق الباب عدة مرات ولم يجيبه أحد، ففتح ببطء حتى لا يزعجها، ولكنه تحجر مكانه وانصدم عندما وجد. والحد هنا تكون انتهت حلقتنا، أتمنى تعجبكم، مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك تدعمنا بلايك لأنه بيساعدنا جدا وبيشجعنا على الاستمرار. أستودعكم الله، مع السلامة.